نبتدي بقى نتكلم على الكونتينوس تايم سيجنالز، وده هدفنا طبعا في المحاضره دي كلها، ان احنا نفهم كونتينوس تايم سيجنالز ونقدر نديسكرايب الكاركترستكس ونعرف نعمل اوبريشنز على الكونتينوس تايم سيجنالز وناخد امثله على الكونتينوس تايم سيجنالز. فبنتكلم على لما يكون عندنا في سيجنال لها كونتينوس امبليتيود وكونتينوس تايم، يعني في نفس الوقت هما الاثنين مع بعض، بنتكلم عليها انها انالوج سيجنال. لما بيبقى في عندي سيجنال لها كونتينوس امبليتيود وديسكريت تايم، يعني معنى هي متعرفه عند مثلا 0 و1 و2 وهكذا، مش متعرفه عند 0.5 ولا 1.2 ولا حاجات زي كده، متعرفه بس عند اوقات محدده ديسكريت، بتكلم عليها انها ديسكريت تايم سيجنال، يعني الامبليتيود بتاعها كونتينوس بس التايم بتاعنا هو اللي ديسكريت. لو بتكلم على ديسكريت امبليتيود وديسكريت تايم الاثنين، بنتكلم عليها بقى ان هي ساعتها بتبقى ديجيتال سيجنال. طبعا احنا براكتيكالي لما بتكلم على الانالوج سيجنال، الانالوج سيجنال دي يعني بيسك كونتينوس في الامبليتيود وكونتينوس في التايم، فلو احنا حبينا نعمل ستورج للانالوج سيجنالز دي بتاخد انفينيت يعني انفينيت اماونت اوف ستورج عشان نقدر نستور حاجه بالشكل ده كده، ما نقدرش ان احنا نعمل ستورج للانالوج سيجنالز. حتى لما بتكلم على حاجه زي ديسكريت تايم سيجنالز، الديسكريت تايم سيجنالز برضه صعب جدا ان احنا نسجلها، لان احنا بيسكلي عندنا كونتينوس امبليتيود. يعني بتخيل مثلا ان انا عند كل نقطه الريزولوشن بتاعتي انفينيتي، فمعنى كده ما اقدرش ان انا اسجل النقطه دي، يعني لازم احط كل نقطه في 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 فاريبل، الفاريبل ده عباره عن انفينيت نمبر اوف بيتس، وده طبعا حاجه مش منطقيه، حاجه ما نقدرش ان احنا نعملها على كمبيوتر. السيجنال الوحيده اللي نقدر نسجلها هي الديجيتال سيجنال دي، اللي هي بتبقى ديسكريت في الامبليتيود، يعني عندي كل نقطه بتتحط في فاينايت نمبر اوف بيتس، وفي الوقت نفسه ديسكريت تايم، معناها ان انا عندي السيجنال بتاعتي دي متعرفه عند اوقات محدده وفاينايت. اوكي، وطبعا مش بتكلم على ان الديجيتال سيجنال دي تبقى ماس انفينيتي انفينيتي، مفيش عندنا حاجه نقدر نقيسها في الرينج ده، عاده ديجيتال سيجنالز اللي هي براكتيكال بتبقى كلها لها فاينايت سبورت. في حاله خاصه لو انا عندي ديجيتال سيجنال دي بيسكلي الامبليتيود بتاعها يا اما 0 يا اما 1. اوكي، فمعنى كده هي حاله خاصه من الديجيتال سيجنال، يبقى ديسكريت امبليتيود ده بحطه في 1 بت، فساعتها بسميها باينري سيجنال. ده دي حاله خاصه، ودي طبعا بتبقى موجوده في الاتصالات وفي بعض الابلكيشنز اللي بعمل فيها سيريال كوميونيكيشن، بيبقى عندي سيجنال عباره عن مجموعه من البيتس، يعني وانز وزيروز بتتنقل على سيريال لاين، فيعني ممكن اعتبر ان دي حاله خاصه، يعني ممكن تبقى اوف انترست.